شيع جمع غفير جثمان الشهيد العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد الذي ارتقى في عملية استهداف غادرة للميليشيات الحوثية في جبهة الحد يافع بمحافظة الأحج. وأدى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمعية اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس وعدد من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية. وانطلق بعدها المشيعون في موكب جنائزي مهيب إلى منطقة الفيوش بمديرية تبان بمحافظة الأحج حيث سيوارى جثمانه الثرى. Thank you.